تأمل أهالي محافظة ديالى في إطلاق الموازنة لهذا العام خيرا، لكن خابت آمالهم بعد أن عجز النواب ديالى من إدراج مشاريع للبنى التحتية في الموازنة، لا سيما بأن هنالك نواب من محافظة ديالى هم أعضاء اللجنة المالية النيابية والذين لم يقدموا شيئا للمحافظة حسب وصفهم. عندنا أعضاء لجنة مالية بالبرلمان، مجلس البرلمان، يعني لا خدمات، لا هذه، لا اسمه، وين شغلهم؟ لا عندهم، مو عندنا اعضاء يعني موجودين بدياله، يعني لا شغل لا عمل. وانت تشوف هذا الشارع كله تراب وما درجوا بالميزانيه مال 21، يعني شلون يعني هسه احنا؟ والله العظيم البارحه خاصه البارحه تراب كتلنا، يعني الصيام منا الناس ومنا تعبانه، وهاي بسطيات على باب الله والناس على باب الله، والله العظيم حتى شغل ما. والله احنا اهالي الرحمه يعني لا مجاري ولا شوارع، ونطلب من المسؤولين اللي هسه جاي يقولون احنا نسوي لكم، ما دارجين هاي الشارع والمجاري بالميزانيه مال 21. وعندنا بنفس اللجنه اعضاء، عندنا اعضاء باللجنه بس ما سووا شيء. فيما اعلنت اداره قضاء وعقوبه بانه لم تصل الموازنه لهذا العام والتي تشمل مشاريع صغيره وخاصه بدائره بلديه وعقوبه، ولم نرى إدراج أي مشروع للبنى التحتية في المحافظة عموما، ونأمل إدراج مشاريع كبرى تخدم المواطن على المدى البعيد. حقيقة لم تأتي موازنة لحد الآن فيما يخص في عام 2021 الخاصة بتنمية الأقاليم، لم تصل للمحافظة. هناك مشاريع صغيرة وعلى مكافحة الفقر وعلى المنافذ الحدودية تقوم بها المحافظة، وأعمال تبليط على البلدية هنا وهناك. لم نرى أي مشروع استراتيجي يقر من قبل إدارة المحافظة أو الوزارات. أملنا الالتفات إلى قضاء عقوبة ومحافظة ديالى عامة لإنشاء مشاريع استراتيجية تخدم المواطن على المدى البعيد. فوضى وعجز وفشل كبير وعدم التوافق بين الكتل السياسية والسلطات الحاكمة، وذريعة قلة التخصيصات وغياب التنسيق والتقاطع في الصلاحيات، حتى أصبحت مدننا وكأنها من مدن القرون الوسطى إلا من بعض الترقيعات في الأرصفة والشوارع. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.